نحن في كل أوقاتنا، وكما كان شأننا وكما هي حقيقتنا، قلوبنا مشدودة إلى فلسطين في كل وقت وحين، ولا سيما في ظلال هذه المحنة التي تمر بها فلسطين وغزة على وجه الخصوص منذ هذه الشهور التي تعاقبت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عاقبتها فرجا قريبا وفتحا مبينا ونصرا عزيزا. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.